نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. في بداية حلقتنا النهاردة عاوز أكلمكم عن اليقين بالله سبحانه وتعالى. عارفين إيه هو اليقين بالله؟ اليقين بالله هو اللي بيحقق المستحيل. اليقين بالله هو أنك تكون كل الأبواب مغلقة وكل الظروف صعبة وكل المؤشرات توحي بعكس ما تتمناه، لكنك من جواك على يقين بأن الله سيصلح كل شيء وستكفل بكل شيء. يقول ابن القيم عن اليقين بالله: لو أن أحدكم هم بإزالة جبل وهو واثق بالله سيزيله. فثق بالله وثق بتدابير الله، واجعل يقينك بالله هو سر الرضا بكل شيء يحدث لك. تعالوا بقى نطلع الفاصل ونرجع نواصل برنامج أبواب الخير. للتواصل مع البرنامج على رقم 02-2578-5893 طول 24 ساعة. نطلع الفاصل ونرجع نواصل. نفتح سوا أبواب الخير. نفتح سوا ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعكم عمرو الليسي من اسكندرية وحييكم. والأول مرة برنامج يطلع خارجي في اسكندرية عشان ندعم مشروع مستشفى أيادي 40-40 لعلاج مرضى السرطان بدون مقابل. تعالوا نبدأ جولتنا في المستشفى. حضرتك هنا في المستشفى ليه؟ أراد ربنا أني حبيبة جيلها. إيه الموضوع؟ حكي سلامتك يا حبيبة. الحمد لله. إحنا حبيبة كان عندها سنة وثمان أشهر. الاول كنا حاسين ان رجليها، هي كانت مليانه، فكان الاول اكتشفنا ان رجليها ما بتقدرش تتحرك، فروحنا لدكتور عظم 6 اشهر وما شاء الله يعني من اول الجرعات ابتدت تتحرك. في لحظه لقينا حاجه غريبه في رقبتها. انا كأم التالت عيله ففاهمه، فقلت اكيد دي غده متضخمه. اتصلت بالدكتوره بتاعتها وروحت لها تاني يوم. في نفس اليوم بالليل كانت بتعمل عمليه. موضوع يعني 33 يوم كانت بتاخد كيمو. انت هنا في المستشفى بتعملي ايه؟ ده 40 40 كنا بنعمل اشعاع، عملنا اشعاع على مرتين. عملتي كام جلسه اشعاع؟ عملنا سنه ونص ورجعنا تاني وعملنا تاني حوالي 14 جلسه يعني على مراحل في 2013 2016. دلوقتي انا اعتبر يعني هم اللي محتويين، يعني هما بيتصلوا بينا على طول بيسألوا علينا. صرفتي كام؟ دفعتي كام هنا؟ هنا لا 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 لا, لا اقسم بالله لا ولا مليم. تحبي تقولي ايه للناس اللي انت تحبي تدعوهم يتبرعوا على المستشفى دي طالما انت ما دفعتيش حاجه؟ هقول لهم يعني حبيبه لما جت كانت طفله، فتخيلوا طفله محتاجه كل حاجه، مش محتاجه دواء بس، هي محتاجه دواء ومحتاجه رعايه، محتاجه حد يضمها، والطفل بيبقى بيحس كل ده. هم حسسوه للطفلة وحسسوه ليا. بدعي لك انت وحبيبة ربنا يا رب يفرحك بيها وتبقي كده بطل على طول وتجبنا البطولات ويشفيها. امين يا رب. أبواب الخير دايما بالحب. ورجعنا لكم تاني من اسكندرية، وتعالوا ناخد اول مكالمة تليفونية جات لنا النهاردة. انا محمد رفعت 72 سنة. اتمنى من سعادتك انك تسمع رسالتي وترد عليا، لان انا في امس الحاجه ان اعرف اشكل ستر ظروفي وحياتي ونظامي، وربنا يحرمنا منك يا دكتور يا رب. زي ما سمعنا المكالمه من الاستاذ محمد رفعت، رقمه عندك؟ طب كلمه هنا لو سمحت. الو، السلام عليكم. كلم استاذ محمد رفعت. ايوه يا فندم، انا محمد رفعت. مين معايا حضرتك يا فندم؟ انا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير. اهلا يا فندم، انا مبسوط جدا ان سعادتك كلمتني واستجبت لرسالتك. الله يخليك يا استاذ محمد. السيد الحمد حضرتك. لله يا فندم ان سعادتك استجبت ليا وكلمتني، وده كرم من سعادتك وربنا ما يحرمنا منك. اخبارك ايه وطلباتك ايه؟ احنا في امس الحاجه لسماعات لمرات ابني، لان ظروفنا يعني ما تساعدش ان احنا نجيبهم على حسابنا، وده كرم من سعادتك وربنا ما يحرمنا منك، وياريت سعادتك تكمل الجميل وتكمل لنا وتحقق لنا الامنيه اللي بنتمناها منك ثم من الله عز وجل. احكي لي يا عم محمد ظروفك ايه وظروف ابنك ايه؟ طبعا سعادتك انا راجل كبير
عندي فوق 70 سنة وظروفي راجل بالمعاش ومعاشي يا دوبك والله يا فندم وحياة كتاب الله يا دوبك علاج وما بكمل علاجي ولكن ربنا هو الحظ بظروف الناس والوضع وابني ربنا يتولاه برضه ساعتك ظروفه يعلم بها ربنا وحالته وحشه جدا وربنا ما يحرمنا منك وده عشمنا في الله ثم سعادتك انك تقف جنبنا وتحقق لنا امنيتنا لمرات ابني حتى تسمع اولادها وتشوف حياتها وتكمل حياتها. طب قول لي دكاتره قالوا لك ايه عن حاله مرات ابنك؟ بالنسبه لحالتها حنان هم الدكاتره لما كشفوا عليها قالوا ان هي يعني لو ركبت السماعات هتسمع وتبقى يعني ايه نسبه السمع عندها ايه معقوله جدا. فنتمنى من الله ان تحقق لنا الامنيه ودي امنيه الناس ربنا اعلم بيهم وانت ربنا يجعلهم زي حسناتك وكرمك يا ربي وتحقق لنا الامنيه. طيب اسمح لي بقى يعني انا يعني تجبر بخاطري وتقبل مني احنا هنهديك سماعات اذن لمرات ابنك عشان تقدر يعني تبقى تسمع كويس ان شاء الله باذن الله. دي هديه بسيطه من برنامج ابواب الخير. طبعا انا عاجز عن الشكر يا فندم وربنا يا رب ما يحرمنا منك ويجعلك دايما سند للغلابه اللي امسنا ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض. نطلع الفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير ومعاكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير. نفتح سوا ابواب الخير. رجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر. معانا الست اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأرمان. الأرمان يا فندم يعني جاري العمل على إعادة إعمار 18 قرية ما شاء الله في محافظات الجمهورية المختلفة. ياريت تكلمني يا فندم عن التفاصيل. السلام عليكم أستاذ عمر والسلام على كل مستمعينك الكرام والسلام على برنامج الكريم الجميل اللي كله خير من أوله لأخره كله خير. أستاذ عمر سيادتك حضرت بنفسك افتتاح قرى في كل أنحاء مصر الصعيد وبحري وأسوان والأقصر وسيوة ومطروح. حضرتك حضرتها بنفسك وشفت بعينك والمثل العربي يقول ليس من رأى كمن سمع. استاذ عمرو ان شاء الله برضه احنا مهتمين جدا دايما بنقول يبدا الانسان حياته من المنزل من بيته اللي بيصحى فيه هو واولاده. هي دي اول خطوه بياخدوها في الحياه. عشان كده احنا مهتمين جدا باعمار المنازل يمكن شغالين في 18 قريه عشان يستكملوا مئات القرى ومع صندوق تحيا مصر ومع كل الوزارات المعنيه ومع المتبرعين ومع الشركات ومع البنوك. كل ده يا فندم بنقول اعمار القرى الاكثر احتياجا. احنا فندم يمكن برضه الأرمان احد اعضاء التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي. الأرمان ماشي على طريق وسبيل التحالف الوطني اللي بينادي ومعانا طبعا الجمعيه الجميله حياه كريمه مؤسسه حياه كريمه هي فعلا بناخد منها كل العزم والاصرار. حياه كريمه لكل انسان مصري. حياه كريمه على ارض مصر. حياه كريمه من اول ما تصحى الصبح وتبص على بيتك. وانا مش هنسى ابدا ابدا طفله جميله ما تزيدش عن 10 سنين بقول لها اجمل حاجه في البيت ايه؟ قالت لي ان انا مش هتكسف اعزم اصحابي واقول لهم تعالوا زوروني في البيت. البيت يا استاذ عمرو هو اول خطوه لنمو الانسان. البيت بنقول له اتفضل اطلع ابني حياتك جاهد من اجل اسرتك. شكرا لكل انسان متبرع وشكرا لكل انسان معانا وشكرا للتحالف الوطني وشكرا لمؤسسه حياه كريمه اللي هي بتعمل حياه كريمه في كل مكان. اذا كنا هنعمل اعمار منازل حياة كريمة بتعمل المواسير بتعمل الصرف الصحي بتعمل المية بتعمل المدارس الوحدات الصحية. الحمد لله رب العالمين مصر دايما في خير ومصر دايما على طريق فعلا الطريق الأفضل الأفضل للمصري في كل مكان. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان. أجمل حاجة في الدنيا إنك تقابل ناس طيبة. أنتوا عارفين إن قلوب الناس الطيبة دي عاملة زي المراية اللي بنشوف فيها وشوشنا. قلوبهم بتطرح الخير طول الوقت وما تعرفش معاني الغل الحقد الحسد. قلوبهم بتعرف تدي السعادة وتطبطب على الموجوع وتساعد المحتاج وتواسي الحزين. قلوبهم بيضة زي مشاعرهم. قلوبهم بتقول لك كل لحظة لو حبيت الخير الخير هيحبك. عشان كده اللي يعرف ناس قلوبهم بالشكل ده لازم نحطهم في عيوننا وقلوبنا
وعايز اقول لكم ان احنا وصلنا كمان لفقره المفاجآت اللي بنحقق فيها كل الامنيات، ومنتظرين منكم اتصالاتكم وتسجيلاتكم عشان نحقق احلامكم. تعالوا بقى نشوف مين صاحب او صاحبه الحظ السعيد دلوقتي. معك حسن جمال من السويس. كان نفسي ترد عليا وترد على رسالتي بخصوص ابني، وانا عارف طبعا يا دكتور عمرو ان انت بتعمل خير كتير، ونفسي ان انت حضرتك ترد عليا تكلمني ضروري. المكالمه اللي جات لنا من الاستاذ حسن جمال، يا ريت نتصل بيه. الو، السلام عليكم، اكلم الاستاذ حسن جمال؟ معاك يا فندم. معايا مين حضرتك يا فندم؟ انا عمرو ليس من برنامج ابواب الخير. انا والله يا فندم مبسوط وفرحان ان حضرتك رديت عليا وانا من السويس، ويعني بترجاك ان انت تقف معايا، انا عارف انت بتعمل خير كتير، وانا بعت الرساله وتوكلت على الله وعليك طبعا ان ربنا يشفي ابني على ايديك، وربنا يخليك لنا طبعا ان انت بتعمل خير كتير. الله يخليك يا استاذ حسن. حضرتك كنت بعت لنا رساله صوتيه احنا لسه حالا كنا بنسمعها، وعايز اقول لك دي فقره اسمها فقره المفاجآت اللي بنحقق فيها كل الامنيات، فاطلب واتمنى. سيدي طلب يا فندم من ان ابني طبعا يتكلم زي بقيه الناس، والتشوهات اللي في وشه دي تروح، وصوته طبعا مش نفس يعني نفس انه يتكلم عادي زينا كده. وابني حضرتك طبعا انا رحت للدكتور واثنين وثلاثة عندي في السويس، انا قال لي انا العمليه دي غاليه جدا، سمعت ارقام من فوق استطاعتي طبعا، ميات وسبعينات والكلام ده، وانا مش هقدر على حاجه زي كده، انا قاعد شغال بيوميه ب200 جنيه يا فندم، يا دوب باكل واشرب. ايه ظروفك ايه يا عم حسن؟ ظروفي يا فندم انا بنزل اشتغل سواق على تاكس من الصبح للساعه 6 اخر النهار، يا عملت ب100 جنيه يا 150 يا ممكن ما يجوش اصلا، وبعد كده بطلع اشتغل في كافيه زي قهوه كده بس كافيه نضيف شويه برضو ب150 جنيه، بس دول باخدهم وانا مروح اللي هم بصرف فيهم بقيه اليوم، ومطلوب مني اكل وشرب طبعا للعيلين وامهم كل يوم، غير كل اول شهر طبعا في ايجار وفي غاز وفي دروس انا مدخلهم درس طبعا ده وده عشان يعرفوا يقروا ويكتب، فطبعا يعني فوق استطاعتي الله وكيل. ابنك عنده كام سنه؟ ابني يا فندم مولود كده يعني هو نزل من بطن امه كده، ودلوقتي حاليا داخل سنه 5 ابتدائي. انا اللي تعبني والله يعني ابني يعني عياله اصحابه يعني معاه في المدرسه بيتنمروا عليه، واللي يقول له اخنف واللي يقول له مش عارف، وهو طبعا منظره من قدام شفته اللي ما تبلعهاش. طب الدكاتره قالوا لك ايه عن حاله ابنك؟ الدكاتره قالوا لي على حاله ابني يا دكتور ان هو ان انا اتاخرت طبعا في العمليه دي، كان المفروض بعد سنتين ثلاثه من ولادته، بس طبعا كنتش اعرف السكه ايه ولا اعمل ايه ولا اروح فين ولا اجي منين، ورحت الايام اللي فاتت دي اما بقالي 6 شهور بجري علي ان انا اعملها له عند دكتور هنا، وتبع التامين اللي قال لي 100 واللي قال لي 150 واللي قال لي تدفع نص الفلوس الاول، حاجات انا ما اقدرش عليها. انت عندك اولاد تانيين؟ معايا ولد تاني اكبر منه بسنه. تدفع ايجار كام؟ بدفع ايجار 650 جنيه طبعا غير الغاز والنور. طيب يعني اسمح لي احنا هنهديك 100,000 جنيه من برنامج ابواب الخير، 100,000 جنيه عشان تعمل عمليه ابنك ان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه، ربنا يشفي ابنك ويشفي كل مريض. اشكرك طبعا يا دكتور عمرو ان انت يعني هتساعدني في العمليه دي، وربنا يخليك لينا وربنا يجازيك على كل ده خير يا رب. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا ابواب الخير. ورجعنا لكم تاني ببرنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 25785893. المسافات بين الناس مش بتحددها الحدود، لكن المسافات الحقيقية بيننا هي مسافات الأرواح. ممكن يحتل روحك شخص بعيد جدا عنك، وممكن حد قاعد معاك وما تحسش بوجوده. عارفين ليه؟ عشان دفع القلوب مش بيحصل بلمسة إيد، لكن بلمسة روح. الأرواح جند مجندة، بلمسة محبة، بلمسة صدق، بلمسة عطاء، ودايما بيكون البقاء في القلب، مش لصاحب الكلام الجميل انما لصاحب الموقف النبيل. وبمناسبه المواقف النبيله، معايا النهارده مبادره انسانيه جميله اسمها هفضل اعمل خير. هفضل اعمل خير لخدمه العرايس الغير قادرين والايتام، تتكفل بكل احتياجات العروسه خصوصا الاجهزه الكهربائيه،
المجموعة دي تأسست من 4 سنين. تعالوا نعرف أكتر عنها من الأستاذ إسماعيل عبد الوهاب مؤسس المبادرة. أستاذ إسماعيل احكي لي جات لك فكرة المبادرة إزاي؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، مبسوط وسعيد إن أنا موجود مع حضرتك. الفكرة جات لي إزاي؟ الفكرة جات لي عن طريق لقيت حد بيبعت لي بيقول لي إحنا في بنت يتيم عايزين نجهزها وما عندهمش مقدرة وكده، وبدأت أمشي بقى من الخطوات دي. إن أنا مثلا لقيت الموضوع حاسس إن أنا في تجارة مع ربنا، إن أنا بستثمر كل حاجة، حتى من وقتي، من مالي، من كل حاجة بقتطع من وقتي في سبيل إن أنا أسعد حد. فلقيت الموضوع أنا مبسوط بيه وأنا بعمله، وبدأت أمشي بقى من الشك ده، إن أنا الحمد لله ربنا يجعلني سبب أجهز عروسة وأخلصها وأشوف التانية وأخلصها وأشوف التالتة. وبدأت أعمل جروب، أنا لقيت الموضوع فيه توسعات الحمد لله، بدأت أعلن عندي على الفيسبوك، الموضوع بدأ يحصل فيه توسعات، بدأت أتعرف في نطاق المكان اللي أنا قاعد فيه، فالموضوع بدأ يكبر معايا. طبعا أنا بعمل الموضوع ده بمجهود ذاتي أنا وصحابي، لا أنا في جمعية أو مؤسسة، فبيقتصر بس عليا أنا وصحابي وأهلي وجيراني، الناس المعرفة بس. فطبعا بدأنا إن إحنا الحمد لله نحاول إن إحنا ندرس الحالات اللي بتجينا ونخلصها ونشوف غيرها. طبعا الحالات اللي بتجينا دي لازم يكون مكتوب كتابها. هل بيتم دراسة الحالات؟ طبعا انا معايا ناس صحابي، زي ما قلت لحضرتك في الاول، معايا ناس صحابي، الناس دي متطوعين بمجهود ذاتي، بييجوا طبعا اقول لهم على الحالة بتجيلي، وبقدر ببدأ اطلب منها اوراق زي كتب الكتاب مثلا، مكتوب كتابها، يكون معاها القسيمة، يكون معاها شهادة الوفاة سواء الام او الاب، وببدأ أديها للمتطوع اللي معايا ده، وبينزل يدرس الحالة. طبعا بيدرسها أكتر من مرة وبكذا جهة، لحد ما نحاول إن احنا نتحرى الحالة والمصداقية، وبنبدأ نعلن عنها عندي على الجروب، والحمد لله بنبدأ إن احنا نجهز العروسة. يعني بتحط لكل عروسة حوالي ميزانية كام عشان تجيب لها اللي هي محتاجاها؟ والله دكتور عمرو الميزانية بتبقى من 30 ل 40، يعني هو حتى كل واحدة ورزقها. يعني الحمد لله بيبقى في مثلا احنا حاطين ميزانية 30,000، بيجي متطوع معنا يقول لك لا هات احسن حاجه، احنا ممكن نجيب حاجه ب 40,000، فالبادجت بتاعنا من 30 ل 40. جهزت لغايه دلوقتي كام عروسه؟ يعني الحمد لله بفضل الله ربنا جعلنا سبب وقدرنا ان احنا نكون سبب لفرحه 168 عروسه. احكي لي عن فرحه العرايس لما بيستلموا حاجاتهم كده. والله يا دكتور عمرو العروسه مش عايز اقول لحضرتك قد ايه بتبقى مبسوطه، والفرحه بتبقى مرسومه على وشها. يمكن الاحساس ده بيوصل لنا احنا اكتر ناس، لان احنا بيبقى موجودين مع في الحدث نفسه، البنت نفسها، والدتها لو موجوده او سواء والدها او موجود، ايا كان اللي موجود، بيبقى الفرحه اللي بتجيله او الفرحه اللي بتبقى مرسومه على وشه بتبقى بالظبط نفس احساسنا، كان احنا اللي فعلا حاجه حصلت معانا احنا. فالواحد بيبقى مبسوط جدا ان هو بيجبر خاطر حد محتاج، بيقدر يساعد حد. فالحمد لله ربنا يجعلنا سبب، يعني انا وكل صحابي. وطبعا انا لما ببدا ان انا اعلن عن ده وبحاول ان انا انشر ده او ان انا احس الناس على فعل ده، الناس بتتحمس والناس بتحب ان هي تيجي وتجرب الاحساس والشعور ده بنفسها، يعني الحمد لله. طب تحب تقول لكل واحد بيعمل خير ايه النهارده؟ احب اقول ساعدوا يا جماعه، اي حد تلاقوه تشوفوه تقابلوه، طالما قادر ان انت تساعد ساعد، قادر ان انت تبتسم في وجه اخيك، تبسمك في وجه اخيك صدقه، حاول على قد ما تقدر ان انت تفرح الناس، تكون سبب، لان محدش عارف اي دعوه ممكن تجي له تكون سبب في دخوله الجنه، فالحمد لله. وبقول لكل شاب طبعا حتى لو بحاجه بسيطه، لو قادر ان انت تعمل ده مش لازم بماده، ممكن بمجهود، ممكن ان انت تحس الناس على فعل الخير، ممكن ان انت تدل حد على فعل الخير بحاجات بسيطه، ممكن قادر ان انت تساعد ساعد، لان عايز اقول لك مهما كان احساس اللي انت بتشوفه مش هيوصل لك الاحساس وانت موجود في الحاله نفسها وبتشوف فرحتها وسعادتها وانت بتكبر بخاطرها وبتخليها مبسوطه وسعيده. بشكر جدا الاستاذ اسماعيل عبد الوهاب مؤسس مبادره حفظ اعمل خير، ونطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير على راديو مصر، معاكم عمرو الليسي. نفتح سوا ابواب الخير، نفتح سوا ابواب الخير.
رجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على راديو مصر. معانا الست اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. كلمني يا فندم عن استعدادها جمعيه الاورمان لاستقبال موسم الشتاء لدعم غير القادرين في محافظات الجمهوريه المختلفه. استاذ عمرو السلام عليكم. يمكن الايام دي المطر يعني ابتدت ويمكن الشتاء ابتدى، وطبعا اول ما بيجي الشتاء الناس كلها بتحس بالدفى، وبنقول دفي جارك، دفي واحد في الصعيد، دفي واحد في بحري، دفي واحد في اسوان، دفي واحد مش قادر يجيب بطانيه، مش قادر يجيب لحاف. الحمد لله تعاقدنا على 250 الف بطانيه وعلى 50 الف لحاف، عشان السنه دي ان شاء الله هيبقى فيه كمان ملابس شتويه ان شاء الله. استاذ عمرو بنقول لكل مصري، كل مصري في كل مكان، اوعى تنسى اخوك المصري اللي دلوقتي بردان او في وجه بحري او في وجه ابلي، اوعى تنسى اخوك المصري اللي في سيوه، اللي في مطروح، اللي في البحر الاحمر، اللي في الغردقه، اوعى تنسى اخوك المصري اللي في اسوان، اللي في كل مكان. الحمد لله احنا تعاقدنا على البطاطين والمتبرعين، وبنقول للمتبرعين كمان اكتر من كده، اتفضل تعالى معانا اتبرع وعدي بنفسك وشوف بنفسك ووزع بنفسك. بنقول لاي متبرع على ارض مصر الطيبه اللي اتبرعت بيه اتفضل تعالى معانا، وهنوصل لك كل وسائل الانتقال لغايه ما اتبرعت. وكل واحد بينساش قريته، بينساش بلده، بينساش الحي بتاعه، تعالى وزع البطاطين، وزع العبه بايدك، وكلهم كل سنه طيبين. احنا معانا قلب واحد، ايد واحده، عقل واحد، تحيا مصر. بشكر جدا اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. حلقتنا خلصت. مين فينا ما بيخافش؟ الجدع بيخاف، والشهم بيخاف، واشجع الشجعان برضو بيخاف. كلنا جوه قلوبنا شوية خوف بيزيد وينقص من حد لحد، خوف من بكرة او من فكرة او من ذكرى، خوف من حلم بيروح او من قلب مجروح، خوف من الزمن ومن الالم ومن الناس، خوف من الخسارة ومن المجهول ومن الندم، خوف من الرحيل والاشتياق والفراق. طبعا لازم نخاف، ما احنا بشر يا جماعة، مش هقول لكم اوعى تخافوا، لكن هقول لك حول خوفك لطاقة عمل، طاقة اصرار، طاقة حماس عشان تهزم الخوف ده. حول خوفك لامان واطمئنان وثقة في الله، ودايما تعشم في وجه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. يعني حول خوفك لشجاعة وايمان ولحظة انتباه ووعي، حول خوفك لنقطة قوة بدل ما تكون نقطة ضعف. لما تخاف قوي عزمتك بإيمانك وثقتك بالله، وساعتها الخوف هيروح وإن شاء الله مش هيرجع تاني. واسيبكم على خير في صحة وستر وسعادة. كان معكم عمرو الليسي في أبواب الخير على راديو مصر، ومنتظر بقى اتصالاتكم طول الأسبوع. يلا بعتولنا وكلمونا، نفسنا كل ما نبسط الناس أكتر إحنا ننبسط أكتر. سلام عليكم.